أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. وأخباري أولا سأبدأها بانتقاد الفانز لسلسلة الصلة المتسخة، حيث اليوم بعد تنزيل التقييمات لاحظ الكل أنه انخفض الريتينج مقارنة مع الأسبوع السابق، وقالوا هذا راجع لعدم ارتباط الأحداث والقصص مفككة، نرى فقط الصراخ المستمر والصراخ المثير للإشمئزاز والشخصيات فارغة جدا، لا أحد منهم لديه قصة راسخة. والعديد ينتقدون كتاب السيناريو وقالوا هذه نتيجة الكتابة السيئة، على الرغم من وجود طاقم عمل رائع بخلاف الخادمات الثلاث وقصصهن الغير منطقية، وأن تحويل عرض درامي إلى كوميديا رومانسية لم ينجح. وهناك أيضا من شعر بالسعادة لأن التقييمات تراجعت، ولكن ليس خبطا منهم أو كره لخليل إبراهيم جيهان، بالعكس لأنهم فقط يبحثون عن التصحيح، ولأن خليل إبراهيم جيهان أكثر من هذا. وبصراحة أصدقائي أتمنى أن تتحسن الأمور بالنسبة لخليل إبراهيم جيهان ولمتابعيه الذين يتابعوه بكل محبة. وأريد أن أقول للأشخاص الذين يهاجمون صفحة السلسلة لأنهم لا يروجون لخليل إبراهيم جيهان أو لأن السلسلة أحداثها لا علاقة ولا يركزون على خليل إبراهيم جيهان فلا داعي لهذا، يجب عليكم دعم أصدقائي فقط خليل إبراهيم جيهان في اختياره وترك الإنتاج والقناة، لأن خليل منذ البداية وهو يعرف السيناريو بالكامل، ومهما قبل بهذا العمل إلا وهو يعرف مصلحته، وهو إنسان ذكي جدا يعرف ما هو جيد له، يعني يجب أن تدعموه بدون شروط في كل ما يقوم به. طالما خليل إبراهيم جيهان موجود إذن يجب الاستمرار في دعم المسلسل حتى ينتهي دور خليل إبراهيم جيهان. المهم أصدقائي لننتقل لتقييمات حلقة الأمس، حيث في فئة التوتال حصل على 4.45، وفي فئة إي بي حصل على 2.89، وفئة إي بي سي 1 حصل على 4.59. المهم أصدقائي نتمنى أن يتحسن في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي أعلنت شركة جولد فيلم المنتجة للمسلسل الناجح شراب التوت البري عن انفصال الممثلة ستار تانري أوران، حيث قالت أن ممثلنا القدير ستار الذي لعب دور شخصية عبد الله أونال في مسلسل شراب التوت البري الذي حطم الأرقام القياسية على قناة شو تي في من إنتاج جولد فيلم، ونحن كشو تي في علمنا من الأطباء أن ممثلنا الذي نتابع عن كتب يجب أن يستمر في العلاج وأن يبقى لفترة نقاهة. وبصفتنا شو تي في وجولد فيلم نود أن نشكر ستار على القيمة التي أضافها لمسلسلنا، نتمنى له الشفاء العاجل وأن يستعيد صحته. وابتداء من الحلقة 53 من المسلسل والذي سيتم بثه هذا الأسبوع، سيتولى الممثل القدير الآخر أحمد ممتاز تايلان شخصية عبد الله أونان. وصاحبي ديني سترال علق عن هذا الأمر وقال أنا أحب أحمد ممتاز تايلان كثيرا، لكنني أتمنى أن يكون هناك المزيد من الانتظار، بينما يعتاد الناس على ستار في شخصية أبو، الشخصية كانت موجودة معه ولكن لا يزال هناك ما يجب فعله للشفاء قريبا، آمل أن يتعافى. ونحن أيضا أصدقائي نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.